الآن موعدنا مع شباك افتراضي ومع سلمى ناصر. مساء الخير سلمى. مساء النور ديما، أهلا. اليوم عنا ترجمة فورية، صحيح، هذا تطبيق يعني يشكل تهديد للمترجمين الفوريين. يعني أكيد، بس أكيد مش هيكون بدقة المترجمين صحيح، الفوريين. بكل تأكيد. يمكن هذا أول خبر عنا اليوم، فهو تطبيق جديد يسمح بتبادل الرسائل النصية والمكالمات الصوتية أو المكالمات المرئية مع أي شخص بصرف النظر عن أي حاجز لغوي بينهما. التطبيق المسمى سلاتش يترجم الرسائل ترجمة فورية ويدعم 103 لغات منها اللغة العربية، ويتمتع كذلك بواجهة أنيقة وسهلة الاستعمال، كما أنه يدعم التشفير الكامل للمحادثات ويمكن تحويله مجانا على الأجهزة التي تدعم نظام أندرويد أو نظام أي أو أس. نعم، إذا على كل الهواتف صحيح، الذكية خلينا نقول. باختصار ديما، هذا التطبيق هو تطبيق فرنسي مثل ما ذكرنا، يمكن تحمله بالمجان على كل الهواتف الذكية سواء كانت أندرويد أو سامسونج أو آيفون. طبعا هذا التطبيق المبرمج الفرنسي اللي عمله بهدف أنه يلغي الحواجز بين الأشخاص المتراسلين. أحيانا بيكون في حواجز لغوية بين أشخاص صحيح، لا يتكلمون نفس اللغة، خصوصا في أيام الاجتماعات أو في يصير الاجتماعات في سوء الرسمية. تفاهم يعني. صحيح، فهذا التطبيق هو هدفه أنه يلغي الحواجز بين المتفاعلين أو بين المتحدثين. كمان هو بيراهن على أنه يدعم التشفير الكامل للمحادثات اللي هو من طرف إلى طرف آخر، ما في بصير اختراق فيها، وكمان يدعم 103 لغات منهم اللغة العربية. لو نيجي نتعرف على هذا التطبيق طبعا باختصار، التطبيق طبعا مثل ما ذكرنا اسمه سلاتش، يملك واجهة أنيقة جدا وسهلة الاستخدام. طبعا الواجهة في عندنا اللي هو الأيقونة اللي ممكن تضيفي منك جروب مثل تقريبا واتساب، تضيفي جروب جديد أو تضيفي اسم جديد أو مستخدم جديد أو إنك تهزمي أصدقائك على التطبيق. كمان عندنا مجموعة من المكالمات، هو يدعم المكالمات الصوتية والمكالمات الفيديو كما بنشاهد هون. لو جينا مثلا نجرب التطبيق، هذا التطبيق طبعا أنا حتحدثها الآن مع سلاتش تيم لأنه لسه ما عندي مستخدمين على هذا التطبيق، فممكن يترجم أي لغة. مثلا لو جينا ترجمنا كنص رسالة لغة من لغة على إنجليزية للغة عربية، النص أصلا بالإنجليزي والآن يترجم إلى العربي. مرحبا. مستحيل، عارف انه المرحبا هاي شو طب ذكي هالتطبيق. أعطيني شيء لا آخر، مثلا خلينا بالهاي. أقول مثلا إنه مثلا there is مثلا meeting today، أنا حكتبها باللغة الإنجليزية ترجمها للعربي. هل هناك اجتماع اليوم؟ وهي اللغة ممتاز، أصلا باللغة الإنجليزية وهي الترجمة باللغة العربية. فيعني يمكن الشخص إن تبعتي أنت بلغتك أو باللغة الأخرى اللي أنت حابة تصل له. طبعا مثل ما ذكرنا هذا التطبيق يدعم كل اللغات، مثل لو جينا شفنا مثلا هنا عندك فرنش، اسباني، فرنسي، اسباني، تشاينيز، انجلش، 103 لغات. كمان من الصفات اللي فيه انه ممكن مثل واتساب ممكن تحددي تبعتي اللوكيشن او تبعتي صوره او تبعتي له ملفات صور، هو كواتساب يعني، هو تقريبا نعم واتساب لكنه يدعم اللغات. يترجم. نعم، من الصفات الحلوه كمان فيه انه يدعم ترجمه الرسائل الصوتيه. هلا الرسائل النصيه سهله، ولكن الرسائل الصوتيه كمان لو انا بدي ابعت رساله نصيه لشخص معين، مثلا خلينا احكي مثلا نص باللغه الانجليزيه او باللغه الانجليزيه وترجمه، مثلا اسمي سلمى، لو نستمع اليه ان شاء الله نستمع. C'est moi Selma. اوكي، نسمع مره اخرى. C'est moi Selma. C'est moi Selma. تمام، تحبي تجربي مثلا خلينا نقول باللغه العربيه اللغه الانجليزيه. ما أنا جربت هون سلمى على الآيباد ايه عندما كنا صحيح، يعني على مكاتبنا، خلينا جربت نجرب. أقول أهلا بكم في برنامجنا. اوكي، هلا حاطيكي تجربي مره اخرى، ولكن لو مثلا نتحدث باللغه العربيه نعم. مثلا باللغه الانجليزيه شو ترجمه؟ كيف حالك اليوم؟ او نترجم نستخدم اللغه الانجليزيه، How are you today؟ كيف استمع اليوم؟ مرة أخرى. كيف حالك اليوم؟ أوكي، هذا عربي أو صيني؟ كيف حالك هذا اليوم؟ بتجربي؟ صيني يتحدث بالعربي. إذا نعم، أوكي يعني تطبيق جميل صحيح بصراحة ومفيد جدا. صحيح. فإذا ننتقل سلمى إلى الموضوع موضوعنا الثاني. الآخر عن أداة ذكية يمكنها أن تحول الصور الضبابية إلى صور واضحة. فقد ابتكر باحثون أمريكيون أداة ذكية تحول الصور الضبابية إلى صور واضحة ذات دقة شديدة. الأداة المسمى بولز كانت قد طورتها جامعة دوك الأمريكية باستعمال الذكاء الاصطناعي الذي يعتمد على التعليم الآلي لتحويل الصورة بحيث تصير ذات دقة شديدة إلى درجة لم يتم بلوغها من قبل. الخوارزمية الجديدة يمكنها التعرف على صور الأشخاص حتى في حال اختفاء الملامح أو العيون الدقيقة.
نعم، هذه ربما خطيرة شوي سلمى، لأنه أحيانا صحيح يتم تغبيش الوجوه صحيح وجعل ضبابية مظبوط لإخفاء هوية. هويتهم. نعم يعني هاي الأداة خلينا نقول سيف ذو حدين. هلا هاي الأداة مش حتكون متوفرة بإيد الأشخاص العاديين، هي الأداة معمولة للخبراء الأمنيين والمدققين في حال إنه صار في عندك جريمة معينة وصورة الشخص أو شخص لم المرتكب تكن جريمة واضحة. صورة ضبابية أو صورة بليري، فممكن التطبيق هذا يقوم بتحويلها إلى صورة واضحة جدا أفضل 60 مرة من الصورة الموجودة عليها. باختصار هو بيستخدم مثل ما ذكرنا خوارزميات التعليم الآلي وخوارزميات الذكاء الاصطناعي، ولكن الفكرة ما بيبتكر لك وجه مش موجود. المحققين الأمنيين عليهم تغذية هذا البرنامج بمجموعة من الصور للأشخاص المشتبه بهم، هو حيعطيك الصورة الحقيقية. ولكن طبعا لو مثلا وقع في إيد أشخاص مثل الهاكرز ممكن يكون خطر جدا على الأشخاص الآخرين، فهي مثل ما ذكرت هو سيف ذو حدين. نعم، وموضوعنا الأخير سلمى حول اختراق تويتر. طبعا وهي حادثة أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل صحيح. الاجتماعي، فقد أعلنت شركة تويتر تعاملها عاجلا مع حوادث الاختراق التي تعرض لها عددون من رجال الأعمال والسياسة على مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت حسابات عديدة لرجال الأعمال والسياسة قد تعرضت للاختراق، وهو اختراق متعلق بعمليات تحويل بيتكوين على تويتر. وتعرض حساب كل من الملياردير بيل جيتس وإيلون ماسك، ولم تتوقف عملية اختراق على حسابات رجال الأعمال والشركات، فقد شملت أيضا أشخاص سياسيين أبرزهم جو بايدن وباراك أوباما الرئيس الأمريكي السابق. نعم، ما هذا الاختراق سلمى؟ يعني هو ليس الأول صحيح ربما، لكن أثار ضجة فعلا صحيح. كبيرة. هل الفكرة دي ما أنه الناس اعتقدت أنه الاختراق لحسابات الأشخاص الرسمية سواء كان باراك أوباما أو جو بايدن أو إيلون ماسك، ولكن الاختراق حدث لتويتر نفسها. تويتر اعلنت بعدها، في طبعا اختراق كشف تماما في يعني في مده قصيره جدا، ولكن تويتر اعلنت انه الاختراق تم لحسابات موظفين عندها بيشتغلوا بتويتر لهم القدره انهم يدخلوا على حسابات الاشخاص، مش شرط يكونوا حسابات اشخاص رسميه، ممكن كانوا اخترقوا حسابات اخرين، ولكن الهاكرز استخدموا او استغلوا الحسابات الرسميه لطلب تحويل عملات البيتكوين. ورغم ان الاختراق كان لمده قصيره ومعظم هذه التغريدات حذفت، ولكن مساء امس تم تحويل اكثر من 400 عمله بيتكوين بما يعادل 120 الف دولار امريكي، وهذا طبعا اثر جدا على تويتر، وهبط سعر تويتر في يوم امس فقط اكثر من 4% بسبب هذا الاختراق. فهو الاختراق الامني فعلا كان لتويتر نفسه مش للحسابات، وفي هذا بيخلينا نسال اسئله، خصوصا الانتخابات الامريكيه هي قادمة على الأبواب في شهر نوفمبر القادم، ماذا لو تم اختراق حساب تويتر دونالد ترامب في هذه الفترة؟ فكيف أنا أتأكد أن هذا حسابه شخصيا أو تم اختراقه؟ نعم سلمى، شكرا جزيلا طبعا أهلا لك، دايما بتزودينا بأخبار لافتة.